اهلا اهلا، احلى سيدات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم، الله يدخل عليكم يا ربي هذا الشهر الفضيل بالصحه والعافيه ان شاء الله، وداكشي كامل الزوين اللي كتمنوا ويرزقكم ربي من فضله من خيره من البركه ديالو. واليوم ان شاء الله جيت نبارطاجي معكم هاد لا فيديو اللي غادي نبارطاج معكم فيها يوم من ايام رمضان، فيها بزاف ديال التفاصيل، واكيد كيف ما العاده تخرجوا منها بواحد الجرعه من الطاقه الايجابيه ومن الاستفاده. وما ننساش انني نشكركم دائما على تعليقاتكم الزوينه اللي كتخليو ليا واللي كتفرحني بزاف، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. لقيتونا هنا، يلا دخلنا للدار، جبنا معنا الصخره، جبت الاشياء المهمه اللي غادي نحتاج ان شاء الله هذا الاسبوع. بالنسبه للزيتون غادي نحاول انني نضمو في هاد القريعات، وصراحه تيعجبني ملي كندخل للدار كنرجع الصخره لبلاصتها، نقي الكوزينه نجمعها باش هكا ملي نبدا ندير الفطور نديرو والكوزينه ديالي تكون مجموعه، باش حتى انا ما نتلفش وما نبقاش يتالفه فين حطيت هذه فين كاينه هذه، عاد نبقى عاود نجبد شي حاجه حتى جيت نغسلها. كنغسل كل شيء نقادو نرجعو لبلاصته عاد كنبدا ان شاء الله الفطور ديالي. وبالنسبه للزيتون خديت كم قليله، ما كنبغيش نكثر في اي حاجه باش هكا ما كتفسدليش. والزيتون الا كانت عندكم دائما كميه كثيره حاولوا انكم تغطيو بزيت الزيتون باش يصبر معكم. وهنا جبت معايا كذلك الدجاج، دونك بالنسبه للدجاج راني جبت صدر، جبت ديستيك، جبت هكذا في خيضات، وغادي نحاول انني نرقدهم في الماء مليحه وسكينجبير، ونعصر عليهم شويه ديال الحامض وحتى الخل، نخليهم واحد المده حتى كتحيد منهم هذيك الزفوره، نشللهم نسقطرهم، وديك الساعه كل حاجه نحطها في البليصه ديالها. نسيت ما زدتش الفخيضات، غادي نزيدهم حتى هما باش نلقد كلشي دقه واحده. دونك هنا درت القزبر ومعدنوس والثومه والملحه اللي كنت قديتهم معكم، اللي كيبقاو صراحه هما دابا علين 15 يوم راه مازال عندي في الثلاجه وباقين بنفس النسمه، ما فسدوا ما حتى شي حاجه. وضفت بعض التوابل، شويه ديال هذا ديال سكينجبير، درت واحد المعلقه صغيره، شويه ديال الخرقوم، مليحه، الابزار، صافي. وبالنسبه لباقي المكونات باسكو تعجبني نزيد هذا سمينه وزعفران شعره، نخلي حسن نبغي نطيبهم. والستيك فانا غادي نديرهم في هاد لي بلاستيك، هادو صراحه زوينين، عرفتي ما كنتش طايحه عليهم، كاينين في بيم، وصراحه الكاليتي ديالهم زوينه وحتى الثمن ديالهم جد جد مناسب عفوا، ورا فيهم يعني الاحجام. بالنسبه للدجاج راه خليته هنا تشرمل واحد شويه، غير كان انا تكيته بالموت باش هكا يتشربوا ليا هاد المكونات، ومنين نبغي نطيبو ما نخرجو مباشره من الكونجيلاتور ونطيبهم كيما قلت لكم، يعني نزيد عليهم غير بعض الاضافات البسيطه. وانا درت نقاد هذا الخس، عتي هذا الخس هذا بقى ما طحت على شي خس اللي نشريه وما لقاش فيه الحشرات. فريمون الخس من بين الحوايج كياخذوا ليا الوقت كتير باش كننظفو، يعني خاصنا نوضعو في الماء ونزيد عليه بيكربونات دو صود والخل والملحه، ونبقى نغسل المره الاولى والثانيه والثالثه باش يلا يلا ننظفو. ما كرهش شي واحد اللي كيبيعو يعني وما تيكونش فيه زعما الحشرات، عاد كنقلب مره مره تلقاه في اسواق السلام، مي بزاف المرات كنلقى فيه الحشرات وتياخذ ليا الوقت. دونك بالنسبه لهذا لي زيبيناغ الكراف والخس نشفتهم مزيان، وحاولت انني نحتفظ عليهم بهذه الطريقه، يعني كنديرهم ما بين الورق الخاص بالمطبخ بهذه الطريقه هذه، وتنخشيهم في هذوك لي بلاستيك. وكما قلت لكم هاد البلاستيك صراحه تنفعوا بزاف، غير وكان تنضغط عليهم هكا باش نخرج منهم هذا الهواء اللي تيكون داخل، وتنحتفظ بهم بالكونجيلاتور، ماشي الكونجيلاتور غير في الثلاجه، وصراحه تنفعوني هكذا تلقاهم تحت يدي موجودين. وغندوز هنا باش نحضر رغيفات معمرين بالكفته، عدتي من هذا شحال وراجلي ولادي مشايينهم. المهم اليوم عندي الوقت وحاولت انني نقدم على تيسع. بالنسبه للعجينه ديال المسمن، المهم كما تتعرفوا جميع درت فيها
جوج زلايف تقريبا او لا جوج قياسات ديال الدقيق الابيض مع قياس واحد ديال الفينو او ديال سبيسيال، شويه ديال المليحه، ودرت واحد المعلقه صغيره ديال خميره الحلويات صافي، والماء باش نعجن العجين ديالي. خليته كيتعجن. البنات اللي كيسقسوني على العجانه، هذه راه عندي بوش، عتي راه قديمه من هذا شحال باش خديتها، وصراحه نفعتني. بالنسبه للناس اللي ما كيديروش العجينه كثيره راه مزيانه خدامه كتعجن. المهم قاد ليا الغراض وتبارك الله راه صبرات لي، راه عندي بزاف، هذه راه سنين وهي عندي. وغندوز انا باش نوجد ان شاء الله الحشوه اللي غادي نستعمل فيها الكفته. بالنسبه للكفته انا ديجا شحرت البصله والكفته، فانا غادي نزيد مع هاد المكونات هادو شويه ديال الفلفله، شويه ديال القزبر ومعدنوس، مليحه، الابزار، شويه ديال التحميره كذلك، الكمون، وشويه ديال السودانيه الناس اللي كتعجبهم السوداني. وصراحه الفلفله مطحونه كتعطي للكفته واحد المذاق يا سلام، وانا من طبيعه الحال كنطحنها باش هكا ما تجيش باينه في الكفته وولادي ما يبغوش ياكلوها، ولكن انا تعجبني ندخلها ليهم هكا. دونك بالنسبه للكفته هي تشحرات مع البصله. البصله بطبيعه الحال كنخليها تشحر الاول مزيان، وحتى كطيب عاد كنزيد عليها شويه ديال الفخوماج باش ديك الحشوه كتجيني معلكه. وهي الحشوه ديالي وجدات، غادي نخلي غير العجين ديالي يرتاح ونشكل ان شاء الله كويرات اللي بدور محتوى غادي نخليهم يرتاحوا كيف ما شفتوا معايا، راني غطيتهم باش هكا يجيني ساهلين منين نبغي نسرحهم. وبالنسبه لهذيك الخميره اللي كنزيدو ديال الحلويات، هي اللي كتخلينا اولا هي اللي كتعطي الطراوه للعجين وكتخليه هكذا، وملي كنبغيو نسرحوه ما تيعذبناش. صافي غندوز نحضر المسمنات ديالي بهذه الطريقه، وندير زويته ديال زيت المائده صافي، وندوز ان شاء الله باش نطيبهم. من هذا شحال وانا باغا نشري هاد لابلاك، هادي اللي شجعني انني نشريها هو انها غادي تنقص عليا الوقوف، ما نبقاش يعني كنطيب المسمن هكذا جوج بثلاثه ونبقى واقفه واحد المده. فبغيت نشريها، وكنت دائما تلقى دوك اللي كيكونوا طوالين وتياخذوا المساحه. فمنين مشيت مؤخرا لاسواق السلام لقيت هذه وعجبني بزاف الحجم ديالها، وكذلك الثمن. الثمن لقيتها ب 400 درهم، 400 درهم عوض 600 على ما اظن في اسواق السلام غير فترة رمضان راني لقيتها. وصراحه اش غادي نقول لكم، ما ندمتش انني خديتها. كما شفتوا معايا في العبار ديالها راه فيها 27 على 52، يعني في لاشوغ فاسين تنطيبو. واللي زوين فيها كذلك ان فيها داك الغيكلاج ديال الحرارة، تتحكمو في الحرارة، سهلة في التنظيف، ما كتاخدش بتاتا بزاف ديال الوقت، وحتى ما كتستعملوش معاها الزيت بزاف لانها مضادة للالتصاق. وصراحة عجبتني تبارك الله، راه زادت لي هنا 6 المسمنات، راه كبيبرين يعني ماشي كيما تشوفوا معايا، راه ماشي صغار بزاف. وحتى الطريقة كيفاش كطيب المسمن والحرشة، تطيبهم بواحد الطريقه اللي هي مزيانه. وبالنسبه للحرشه واحد النقطه عاود عجبتني، اننا ما كنستعملوش بزاف ديال السميده نرشوها هكذا بحال اللي كنديروا في المقله باش ما كتلصقناش. هذه كما قلت لكم بما انها مضاده للالتصاق ما كنستعملوش السميده بزاف. المهم هذه واحد النقطه فيها زوينه. وشوفوا مسمنتي الله يخليكم كي جاوا كيحمقوا، جاوا فنين فنين صراحه، عجبوني سقطوا مع هذيك المعلقه الصغيره ديال الخميره الحلويات، تتخليهم هكا تيجيو رطبين وكيجيونا ساهلين حتى ملي كنبغيو نخدمهم. وللاشاره بالنسبه للمسمنات، راه قديتهم البارح، يعني هاد النهار هذا اللي كتشوفوني هنا في الفيديو، راه البارح قديت هذوك المسمنات، لان تقريبا صايبت واحد 18 مسمنه، يعني غادي يكفيوني اليومين سقطوا ولادي وراجلي تيحماقوا عليهم. واليوم غيبقى لي عاود الحويجات اخرى باش هكا ما يكونش عليا الدرك ونفرق المهام. اليوم بقاو لي غير شي حويجات اخرين اللي غادي نزيدهم للفطور. انا جيت نقاد الطبيله هي الاولى باش هكا نخلي يعني الصفوف وهذا والتمار وهذا نخليهم على الطبيله والطبيصلات، ومن بعد الاطباق اللي غادي نوجد من بعد ان شاء الله هما اللي بقاو لي ننزلهم. وبالنسبه لهاد التمر معمر، راه كنت ديجا شاركت معكم لا غوسيت، راه نزلتها لكم في الفيديو اللي قبل من هاد لا فيديو هادي.
وبالنسبه للبري لي سيغار ديال اللوز هذوك شريتهم. بالنسبه للسلو فحضرته كذلك في الدار بالقمح الكامل. المهم هنا جيت قديت الطويبله، حطيت فيها الاشياء اللي هي مهمه، الطبيسلات، الماس، البلا اللي غادي نحتاج ما شاء الله ندخل الكوزينه قبل المغرب ونوجد الاطباق ان شاء الله اللي مازال غادي نحتاج. هاد البوجوار كانت عندي غير منزله في الدار، فبغيت ندير شويه ديال البخور وقلت علاش لا ما نستعملهاش كمبخره، فقلبتها يعني في القاعده ديالها، درت فيها شويه ديال بابيا الومنيوم ودرت هاد ال سميتو ولا شنو كيعيطوا له، هذا اللي كيديروا فيه البخور اللي كنشعلوا فيه العافيه، وصافي ودرت شويه ديال البخور، وصراحة حاجه الشكل ديالها زويون. كنت كنفكر نشري مبخره لان اللي كانوا عندي بحال صداو، وهذه قضات الغاره صراحه. هادو ديال الزاج كيجيو احسن، خصوصا ملي تيكون واحد الزاج غليظ ملي تهرس الشاي بالحراره، وصراحه ما تكونش واحد الحراره كثيره لان هاد الفحم هذا دغيا سيبرد. طلقنا شويه ديال البخور باش نديرو لومبيونس في الدار، والوليدات يفرحوا ويحسوا بالاجواء الرمضانيه، ولبست يا لاله القفيطن باش نحس براسي راني سيده بيت ومغربيه بامتياز. دونك غادي نغطي هنايا غير الطبيله لقيت اللي نوجد الماكله كيف ما قلت لكم، ونرجع ان شاء الله باش كل شيء الله يبقى في امان الله. لقيتوني هنا غادي نوجد واحد الطبق ديال الكبده، راه ديجا شاركته معكم. غير وكان الكبده دائما نرقدوها في مليحه وفي شويه ديال الحامض ولا الخل، عاد نشلوها ونطيبوها باش نحيدو منها ديك الزفوره. وهنا قبضت القميص بهذا ليزيلاستيك باش الكمام ما يبقاوش مدليين. عتي كنفرح هكذا في رمضان مره ملي كندخل الكوزينه ويكون عندي الوقت نكون على خاطري ولبس الله يخليكم القفيطن، ونحس حتى انا بديك النخوه اللي كانوا تيحسوا بها مواتنا والناس ديال زمان، النساء ديال بصح اللي كانوا كل حاجه تعطيوها وقتها، ولكن حنا ولينا في هذا العصر هذا ما كاين غير جري عليا نجري عليك، وكنحاولوا ما فيها باس مره حنا نعيشوا بحال هاد الحويجات وتنحسوا الصراحه بواحد الاحساس رائع جدا. يعني ما نحرموش راسنا من التقاليد الزوينه ديالنا اللي حلينا فيهم عينينا، لان بصح تعطي واحد القيمه وواحد الاحساس رائع جدا. دونك بالنسبه للكبده راه غادي نخلي لكم الطريقه بالتفصيل يعني في صندوق الوصف المكونات اللي درت من بعد ما شحرت البصله وضفتهم، راه ساهله مهله، ونخلي لكم حتى الفيديو اللي شاركت معكم قبل. وجيت هنا نوجد انسالاد اللي درت فيها خيزو محكوك، البصله، مطيشه، شويه ديال الكيوي، شويه ديال الحمص، الفلفله مقطعه، شويه ديال التفاح، وحتى الحمص كما قلت لكم، غير الحمص فانا سلقته. بالنسبه للصوص اللي غادي نرافقه مع السلطه درت فيها بيضه، معلقه ديال الجبن، قزبره ومعدنوس، شويه ديال زيت العود، مليحه والابزار. احسن حاجه اننا ندخلو هكذا للسلطه في الفطور ديالنا باش كنشبعوا، وندخلوا شي حاجه مهمه للصحه ديالنا بلا ما نبداو بالاشياء الحلوه باش هكا ما يبقاش فينا الجوع. وشوفوا لي الكبده كي جات يا لاله معلكه، كتجي بنينه، غير نطيبوها على نار مهيله باش هكا تتعلك لينا البصله. البصله من الاحسن نعلقوها في الاول يعني نحمروها عاد كنزيدوا الكبده، لان الكبده ما كتاخذش شي الوقت باش كطيب. وبالنسبه للمسمن شي وحدي راه درت ليهم غير نص طيبه، واليوم عاد كملتهم باش كيبقاو سخانين وتجيو مزيانين. وهكا انت هي الطبيله ديالنا. بالنسبه للسوب ديال الخضره راه خفا نزربن، يعني درت غير البطاطا، خيزو، الكورجيت والقرعه الحمراء، راه دغيا كتوجد. بالنسبه للوليدات وراجلي خلاص راه كيديروا دي ساندويتش بالخبز مع الكبيضه، انا اكتفيت غير بالشلاضه وبالكبده وبلاصوب، وتبارك الله راه دغيا الواحد كيشبع. ولادي كيحماقوا على البيض، على لي سيغار ديال اللوز، اللوز خلاص عرفتي شنو، ما بقاتش عندي الرغبه للاشياء اللي حلوه بزاف، ما بقيتش كنقدر عليها والو مره الا مره في العمر وصراحه شي حاجه اللي زوينه يعني كنقصوا علينا الحلاوه. وكان هذا هو الطبق ديالي، وكانت هذه هي المائده ديالنا، يعني ما كثرتش بزاف، درت فقط الاشياء المهمه، والله تعالى يدومها نعمه.
ايوا الا لا ما قداني فرحه، جمعنا الطبيب لا الكوزينه مجموعه بيان سور، حنا كنتعاونوا لان تبارك الله داكشي تيكون كثير وكل واحد في الدار تيدير الطاشره. دائما تنقولها لكم المعاونه في الدار شي حاجه اللي هي مهمه ومهمه كثيره. مازال الوليدات يعني معانا كل واحد بحال دابا مثلا اسلام تيحماق يدوز لاسبيراتور، راه بعد مرات كنعطيه هكذا يدوز لاسبيراتور، يحيى وصل لي المعينات الكوزينه، راجلي قدهم في لافيسيل، انا مثلا نردهم، واحد كيتكلم مثلا يهبط الحويجات. هاد الهضره ديما تنقولها لكم وتنعاودها لانها عندها واحد النتيجه اللي زوينه في الدار وتتخليكم الحمد لله دايرين واحد روح التعاون في الدار وشي حاجه اللي زوينه بزاف. ولقيتوني هنا انا طويت الحويجات، غادي نرجعهم ان شاء الله للدريسينغ. بالنسبه للدريسينغ سمحوا لي بزاف تعطلت نبارطاجي معكم، عرفتي شنو السبب؟ هو الاكسسوار ديال هذاك لو تيغوار كوليسون ديال لي اكسسوار، لقيتو ان ريبتور دو ستوك وكان ساين فيهم يجيبوه باش هكا نبارطاجي معكم كلشي في خطره، ولكن اشاك فوا تندخل لو سيت كنلقاه مازال ما جابوه شي. جو بونس كاين في ديال كابو ديال الزناثه، ما كاينش اللي كتخديت من عندهم دريسينغ. المهم انا غادي نشوف، ولكن على العموم غادي نحاول نبارطاجي معكم بعد هادشي اللي درت، بعد النصائح اللي انا استفدت منها، كيفاش درت لا كونسيبسيون ديال دريسينغ، الباكس هادو اللي تنديروهم. كل واحد من طبيعه الحال تيدير على حساب شنو الحوايج اللي كيستعمل اكثر، واش كيبغي يعلق اكثر، واش كيبغي يطوي اكثر، واش كيبغي مجوره، واش كيبغي عنده السراول. المهم داكشي فيه بزاف يعني ديال الحويجات اللي بطبيعه الحال غادي تستافدوا منهم. المهم غادي نحاول ان شاء الله في هذا رمضان شي مره هكذا نرجع من الخدمه نصور لكم الغدي والفطور ديالي وداكشي داكشي ديال خفان زربان ونحاول انني نكمل لكم التصوير وان شاء الله غير ندير المونتاج نساليه ونبارطاجيه معكم. ودابا البنات غادي نمشي ناخذ واحد التحليه قديتها قبيله، المهم غادي نحاول نبارطاجيها معكم سوغ انستغرام، ما عرفتش واش من غنزل هاد لا فيديو غنكون ديجا حطيتها لكم سوغ انستغرام ولا لا. ديما غنقدر نركز لكم على السكر انكم تنقصوا منه ماشي تحيدوه بمره، الا لقيتو تحيدوه بمره غيكون احسن، ولكن الا لقيتو انكم تنقصوا منه غادي تشوفوا واحد النتيجه زوينه على صحتكم. بالنسبه لي انا شخصيا ماشي ناقصه بمره، علاش؟ بحكم عندي ولادي، راجلي بعض المرات كيجيبوا هكذا شي حويجه ولا بعض المرات كيعمروا اسيت يديروا فيه السكر كندق معاهم واحد شويه، ولكن ماشي يوميا، نقدر نقول لكم مره ولا جوج مرات في الاسبوع، ولكن داكشي تناخذوا بواحد النسبه قليله بزاف. وما تصوروش التاثير ديال كتحسوا بالجسم ديالكم خفاف بحال الفراشات، وحتى داك الخمول والكسل كما قلت لكم ديك المره في ليستوري على انستغرام كتحسوا بواحد الخفه، ما تبقاش مثلا غير كتفطروا كتشوفوا تنعسوا بحال دابا اليوم. انا فطرت مثلا بشلاضه، خديت لاسوب مثلا، هذوك المسمنات اللي قديت قبيله راه ما كليتهم شي، ما عرفتش المذاق ديالهم كيفاش داير، راجلي وليداتي اللي قالوا لي راه جاو زوينين. انا تشبعت ان فخديت ديك لاسالاد ودا وما كنبداش بالحلاوه، حتى ملي ما كتبداوش بالحلاوه ما تبقاش عندكم ديك الشراهه ديال الماكله، يعني كتحاولوا تحكموا في بحال كتسدوا الشهيه. فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم، وحتى لغدا ما تيبقاش فيكم الجوع. وفوالا نتمنى حتى نتوما رمضان ديالكم يكون ان شاء الله دايز سانكسا. عرفتي هاد التحليه ولا بدا ما تجربوا؟ غادي نخلي لكم الوصفه على انستغرام. هادي احسن حاجه تاخذوا شي حاجه تكون سكون شي حاجه حلوه وتاكلوها وفيها سكر طبيعي اللي هو ديال التمر، ما فيهاش مواد حافظه، صيبتوها بيديكم في الدار احسن حاجه دي السعاده بالنسبه ليا. المهم الوصفه راه غنخليها لكم في غير على انستغرام في واحد البنه، ومازال ان شاء الله ندير لكم وصفات لان انا تعجبوني التحليات هكذا في رمضان، وان شاء الله نشارك معكم تحلية صحية. بالصحة والراحة. وهكذا غادي نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو اللي انا متاكده غادي تكونوا خرجتوا منه بواحد الجرعه من الطاقه الايجابيه ومن بزاف ديال الاستفادات. تهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف، تهلاو في وليداتكم، في الناس اللي كتبغيهم، ونضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو قادم. خليتكم في راحه الله.